أكثر 10 أماكن سرية على وجه الأرض. هذه لائحة تعرض أكثر 10 أماكن سرية في العالم لا يعلم بوجودها معظم الناس، ولا يستطيع الوصول إليها إلا عدد محدود جدا من الأشخاص. بعض هذه الأماكن مخصص للأثرياء فقط، والبعض الآخر للمساجين. وهناك أماكن تحتضن أسرار غاية في الخطورة حول كوكب الأرض، ولكن تم فقدانها على مر السنين. لنلقي نظرة إذن على أكثر 10 أماكن سرية في العالم. عاشراً، سجن ADX فلورنس. يلقب سجن ADX فلورنس في الولايات المتحدة الأمريكية بالنسخة الحقيقية لجهنم، ويحيط المكتب الفيدرالي للسجون هذا السجن بسرية تامة، ولا يسمح لأحد بالتكلم عنه. أما آلات التصوير بجميع أنواعها فهي محظورة في جميع أرجائه. هذا السجن مخصص لأخطر وأسوأ المساجين في العالم، معظمهم متورط في جرائم إرهابية كأحداث 11 سبتمبر وتفجير الملعب الأولمبي. وتتميز زنزانات سجن ADX فلورنس بمكان للاستحمام ولقضاء الحاجة، وبطاولة صغيرة وسرير من الإسمنت، وشباك عرضه 4 بوصات فقط، ولا يوجد أي اختلاط بين السجناء، فهو باختصار سجن انفرادي كبير. وفي خلال 20 سنة من عمر هذا السجن، قام 7 مساجين بالانتحار، ولم يتمكن أحد من الفرار منه على الإطلاق. 9. غرفة نوم الملكة إليزابيث الثانية في قصر بيكنهام. تقطن الملكة إليزابيث الثانية في عدة غرف في الجناح الشرقي على الطابق الثاني لقصر بيكنهام، ولا يمكن الوصول إلى هذا الجناح إلا من خلال باب سري لا يعلم مكانه إلا عدد محدود من الأشخاص فقط. أما موظفو العلاقات العامة في القصر فلا يتكلمون أبدا عن مواصفات أو محتوى الحجرات الملكية، وعلى الرغم من إجراء عدة جولات تعريفية للعامة في قصر بيكنهام، إلا أن العامة لا يسمح لهم بالوصول إلى حجرة نوم الملك والملكة. ولكن في سنة 1982 قام مايكل فاغان باقتحام قصر بيكنهام، ومن هناك استطاع الوصول إلى حجرة الملكة. وبحسب وصفه فقد كانت الملكة نائمة على سرير مزدوج بمفردها في حجرة طولها 5 أمتار وعرضها 4 أمتار، وكان هناك سرير صغير إلى جانبها. وبعد قضاء ما يقارب من 10 دقائق داخل الحجرة وهو يتكلم مع الملكة، قامت الملكة باستدعاء رجال الأمن، ولكن قبل أن يتم اقتياده للخارج استطاع أن يتذوق النبيذ الخاص بالملكة. 8. الإرشيف السري للفاتيكان. إرشيف الفاتيكان السري موجود في مدينة الفاتيكان، وهو يحتوي على المئات من الوثائق الهامة والسرية الخاصة بالكتاب المقدس وبمجموعة من الوثائق والكتب الأخرى. ويتكون الإرشيف السري من لفافات يبلغ طولها أكثر من 52 ميلا من أوراق الدولة ومراسلات وحسابات الكتب والعديد من المستندات الأخرى التي احتفظت بها الكنيسة على مر القرون. في القرن 17 تم بناء الإرشيف بناء على أوامر البابا بول الخامس، ثم أزيل الإرشيف السري وبقي في مكان مغلق في الفاتيكان حتى أواخر القرن 19 عندما تم فتحه بواسطة البابا ليو 13، ولا يسمح لأحد على الإطلاق بالوصول إلى حجرة الإرشيف، وهي مغلقة بشكل تام ولا يتم فتحها إلا في حالات استثنائية فقط. 7. الجبل الحديدي، الإرشيف الرسمي العالمي. يحتضن الجبل الحديدي أحد أهم الكنوز في العالم والتي لا تقدر بثمن، ويقوم 8 حراس مدججين بالسلاح بحراسة المدخل الوحيد لهذا الجبل، والذي يمكن من خلاله الوصول إلى المناجم التي تقع على عمق 22 طابقا تحت سطح الأرض. وتقوم أهم الشركات في العالم بالإضافة إلى البنوك الرئيسية بحفظ قواعد بياناتها في هذه المناجم. ويحتوي الجبل الحديدي على 27 مليون صورة سلبية أصلية لأشهر الصور في العالم. بالإضافة إلى ذلك تقوم شركات الإنتاج الموسيقية بتخزين النسخ الأصلية لأهم تسجيلاتها كأغاني إلفيس بريزلي وفرانك سيناتارا، كما يقوم بيل جيتس بحفظ ألبوماته المكونة من 100 مليون صورة داخل هذه المناجم.
ويشير الخبراء إلى أن هذه المناجم باستطاعتها الصمود 5000 عام وتحمل عدة تفجيرات نووية، وتقوم مضخات ضخمة بضخ مياه من بحيرات جوفية حول المناجم حتى يتم حفظ مكوناتها تحت درجة حرارة مناسبة، ويقوم 15 مولدا كهربائيا بتوفير الطاقة للمناجم التي تغطي مساحتها 167,000 متر مربع، بالإضافة إلى 3 شاحنات إطفاء و2700 موظف. سادساً، الوصفة السرية لكوكاكولا. يستهلك العالم أكثر من 1.8 مليار عبوة من إنتاج شركة كوكاكولا يومياً في 200 دولة، وبحسب دراسة أجريت مؤخراً تبين أن شركة كوكاكولا هي أغلى علامة تجارية في العالم. ما نعرفه هو أن هذا المشروب اللذيذ يحتوي على مكسرات وأوراق نبتة الكولا، ولكن الوصفة الأصلية هي إحدى أهم الأسرار التجارية على الإطلاق. وفي سنة 1886 تم الإفصاح عن التركيبة الأصلية لمجموعة صغيرة من قبل جون سميث بيمبرتون مخترع مشروب الكولا، ثم قام ابن آسا كاندلر بتدوين هذه الوصفة ووضعها في صندوق أمانات لدى بنك جارانتي في نيويورك سنة 1919 بعد أن باع الشركة. بعدها قامت شركة كوكاكولا بنقل الوصفة إلى مدينة أتلانتا في سنة 1925، وبقيت محفوظة في بنك سان تراست حتى سنة 2011. أما اليوم فإن الوصفة السرية محفوظة في خزنة في متحف كوكاكولا، ولكن الزوار لا يمكنهم أن يشاهدوا الوثيقة الأصلية التي كتبها ابن آسا كاندلر في سنة 1919، فهي موجودة في صندوق أسود داخل الخزنة. خامساً، جزيرة سنتينيل الشمالية. تغطي جزيرة سنتينيل الشمالية غابات كثيفة جداً، وهي تقع بين ميانمار وإندونيسيا. كل ما نعرفه هو أنه توجد بعض الكرة الصغيرة المتناثرة في هذه الغابات، أما السكان الأصليون فهم منغلقون تماماً ولا يسمحون لأي شخص بالاقتراب من جزيرتهم، وقد استمر الحال على ذلك لآلاف السنين، وبهذا يعتبر السنتينيليين آخر أناس على الأرض لم يتأثروا بالتطور الحضاري. ولقد وصف ماركو بولو سكان هذه الجزيرة بأنهم عدوانيون لأقصى الحدود، وبأنهم يأكلون أي شخص يتم إلقاء القبض عليه. في سنة 1991 قام تريلو كيناث بانديت مدير قسم دراسة العلوم الإنسانية في الهند بتوقيع معاهدة مع سكان هذه الجزيرة، إلا أنهم ما لبثوا إلا أن نقضوا هذه المعاهدة واعتدوا على أي شخص يقترب من جزيرتهم. ولهذا أعلنت الحكومة الهندية أن هذه الجزيرة تقع في منطقة محظورة، وأن الاقتراب إلى مسافة 3 أميال منها يعد مخالفا للقانون. رابعا، ضريح جنكيز خان. ينحدر شخص من بين 200 على كوكب الأرض من سلالة جنكيز خان، وقد نشأ في قبيلة صغيرة ثم حولها إلى الإمبراطورية المنغولية وأصبح أعظم قائد عسكري في التاريخ. وعلى الرغم من شهرة هذا القائد، إلا أنه دفن في مكان مجهول اتباعا للتقاليد المنغولية، وتروي بعض الأساطير أن 800 عسكري قاموا بذبح 2000 شخص كانوا في جنازته، ثم قاموا بعدها بالانتحار. وقد تم اقتياد خيول فوق المكان لعدة أشهر، وأخيرا تم تحويل مجرى نهر كبير فوق المكان ليختفي موقع الضريح إلى الأبد. ومؤخرا قام الدكتور ألبرت يومين لين من جامعة كاليفورنيا بقيادة فريق مكون من 10,000 متطوع للبحث عن الضريح في مساحة تبلغ 2300 ميل مربع، وقد تم التقاط وتحليل أكثر من 84,000 صورة جوية باستخدام طائرات بدون طيار تحلق فوق المنطقة المحتملة على جانب جبل بركان خلدون المقدس في منغوليا. ويعتقد الدكتور ألبرت أنه سوف يعثر على مكان الضريح قريبا. ثالثا، فاروشا، المكان المحرم حيث توقف الزمن. فاروشا هي مدينة أشباح. كانت هذه المدينة في السبعينيات من القرن الماضي من أكثر المناطق جذباً للسياح في العالم، وكان يقطنها أكثر من 40,000 نسمة، ولمواكبة تدفق السياح تم إنشاء مباني مرتفعة وفنادق، وقد زارها العديد من المشاهير كالممثلة الأمريكية إليزابيث تايلور ليتمتعوا بشواطئها الخلابة. وفي سنة 1974
فر سكان هذه المدينة على إثر هجوم القوات التركية عليها واحتلالها، وبقيت مهجورة إلى يومنا هذا، فلا يسمح لأحد بالاقتراب من هذه المدينة باستثناء بعض أفراد الجيش التركي وموظفي الأمم المتحدة، وهناك أوامر واضحة للجنود الأتراك بإطلاق النار على أي شخص يحاول عبور بوابات المدينة، ولا يسمح بالتقاط الصور أو الأفلام في هذه المنطقة على الإطلاق. ثانياً، الجمجمة والعظام، إحدى أقوى المنظمات السرية في العالم. الجمجمة والعظام هي جمعية سرية تأسست في سنة 1832 في جامعة ييل في الولايات المتحدة الأمريكية، ويعرف المقر الرئيسي للمنظمة بالقبر، وذلك لقيام جد الرئيس الأمريكي جورج بوش بنبش قبر جيرونيمو أحد مقاتلي الهنود الحمر في سنة 1918، ووضع جمجمته وعظمتين من عظامه للعرض داخل المقر الرئيسي. وقد انحدر أهم قادة العالم من هذه المنظمة، وهم يتحكمون بثروات عائلات نافذة كعائلة كارنيجي وعائلة روكفيلر وعائلة فورد، كما انضم بعض أفرادها إلى وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، بالإضافة إلى أهم شركات المحاماة في الولايات المتحدة الأمريكية. هناك اليوم أكثر من 800 عضو في منظمة الجمجمة والعظام، والتي تهدف إلى وضع أكبر عدد ممكن من منتسبيها في مراكز حساسة حول العالم. وبحسب تعاليم هذه المنظمة، لا يسمح لأحد من أعضائها بالإفصاح عما يدور داخل القبر على الإطلاق. أولاً، غرفة العنبر. صمم المهندس الألماني أندرياس شلوتر غرفة الكنز هذه، وقام بتركيب ألواح من أجود أنواع العنبر والذهب على جدرانها، وتم بناؤها في قصر تشارلوتنبرغ في بروسيا بين عامي 1701 و1709، وفي عام 1716 قام فريدريك ويلهيلم الأول بإهداء هذه الغرفة للقيصر بيتر إمبراطور روسيا لضمان تحالفه مع الروس في مواجهة السويد. وقد نقلت الغرفة إلى القصر الشتوي في سانت بيرتسبيرغ، ثم إلى قصر كاثرين في نفس المدينة، حيث تم توسيعها من قبل حرفيين ألمان وروس، وكانت تحتوي على 5440 كيلوغرام من العنبر، ويبلغ طولها 17 متراً. وفي عام 1941 قام الألمان بالعثور على هذه الغرفة وتفكيكها ونقلها إلى كونيغسبيرغ بالقرب من شاطئ البلطيق. وبحسب التصريحات الرسمية، فإن الغرفة قد دمرت جراء قصف الحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية، ولكن هناك بعض الأدلة على أن الغرفة قد نقلت خارج المدينة خلال الحرب وخبئت مع كنوز النازيين، وتقدر قيمة الغرفة وكنوزها حالياً ب 170 مليون دولار، ولا يزال العلماء يبحثون عن هذه الغرفة حتى يومنا هذا. وفي سنة 1997 أعلنت الشرطة الألمانية العثور على أحد الألواح لغرفة العنبر، ويعتقد الكثير من الباحثين بأنه تم إخفاء الغرفة من قبل النازيين في شبكة أنفاق تحت مدينة دوتشينيودورف الألمانية. إذا أعجبك الفيديو فلا تبخل علينا بعمل لايك وشير وسبسكرايب.